الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: رجل متزوج وله أولاد وله بيت في قريته مسقط رأسه ومنشأه، قريبة منذ سنتين تقريبا بنى له بيت بمنطقة بمكة تدعى جعرانة القريبة من مكة، وأصبح يعيش بها وبقريته يتنقل بينهما. يقول: إذا أراد الحج من أين يحرم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا كان له بيتان وفيهما زوجتان له، وهو مقيم في كلا البيتين على اختلاف ليلتي زوجتيه، وكان أحد البيتين خارج المواقيت وكان الآخر داخل المواقيت، فإذا جاء وقت الحج فليحرم من أيهما شاء، لعموم دخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. فإذا كان في بيته في الجعرانة فليحرم منه، ولا بأس ولا حرج عليه إن شاء ذلك. وإذا كان في بيته في الطائف مثلا أو منطقة خارج المواقيت فليحرم إذا مر على الميقات، فإن أحرم من الميقات فإحرامه صحيح، وإن أحرم من بيته في الجعرانة إذا أنشأ نية العمرة منه فإن إحرامه يعتبر إحراما صحيحا ولا شيء عليه، والله أعلم.